شوف ابو جود، بالتاكيد انت الحين لما تشوف المباراه يعني وتتابع اللي قاعد يصير فيها، انا دائما تشوف المباراه بعدين تروح تسندها بالارقام، هل هو صحيح ولا مو بصحيح؟ الجوده اللي جالسه تصير في نادي النصر، هل هو جالس يتطور او مو جالس يتطور؟ قوته، احنا لما نشوف اهداف النصر حتى واحد في هدف في الدقيقه 41 الشوط الاول وهدف في الدقيقه 85، ومع ذلك اللعب والأنماط الهجومية مستمرة، ما في فوضى. يعني مو كل ما مشى الوقت حسيت اللعب صار فوضى، لا، التحركات ثابته، الهجمات انت تشوف كيف سلطان الغنام يوصل حتى الخط الأخير، تشوف الثبات اللي قاعد فيه كونان، حتى ولأن عارف الأجنبي اللي عند العدالة. إضافة إلى ذلك أنا حسيت حقيقة لما أشوف مثلا التسديدات اللي على المرمى على النصر، بوجود مع الدوري مع المباراة هذه تقريبا تسع مباريات جت عليه ثمان تسديدات على المرمى فقط، بس على النصر ثمان تسديدات على المرمى، أعلى تسديدات جته في مباراة ضمك في الجولة الثالثة، الباقية يا صفر يا واحد، يا صفر يا واحد، حتى اليوم صفر. لذلك ممكن لا سمح الله يعني أسبيل تلاحظ أنه يفقد حساسيته ما في طريقة اللعب، بعد كل مباراة على المباراة الجاية تلاقي فيه خلينا نقول انه انضباط دفاعي في الخط الخلفي. الاهداف صارت تجي اليوم مثلا لما قارنها بمباراه مع العداله اللي فاز فيها 4-1 في الدوري، له سبع فرص وخمس فرص خطره، احنا من اول في السابق نقول قله الفرص الخطره وقله الفرص المهدره، الان بدا الفريق يوصل انك يجيب اللاعبين المحليين برضو تنوع في التسجيل. حتى اليوم لما تشوف طريقة اللعب في بداية المباراة كان رأس الحربة تاليسكا واللي خلفه بيتي، بعدين لما طلع بيتي ونزل أبو بكر تحرر تاليسكا، صار أبو بكر هو الرأس وصار تاليسكا يجي من الخلف وصار يدخل، وهذه خطورة تاليسكا أنه يجي من وراء ويصير فاضي، هو الزيادة يسويها، وهذه خطورة برضو اللي يسويها النجعي انه يجي من وراء ويصير هو اللي فاضي. لذلك حتى ابو بكر الان يعني اوكي الواحد يزعل منه مثلا يقول والله ما يجيب اهداف، لكن التحركات اللي قاعد يسويها خروجه وضح سحب السناتر معه الخلف اللي ورا يجي هذا تقدم. على عموم المباراه يعني انت تقول برافو عليك العداله انك جلست يعني سويت الطريقه اللي ما تقدر تقاوم فيها النصر الا باسلوب هذا اللي هو ركن الباص في الخلف وراء، ما فيك تسوي اكثر من كذا. النصر برضه انا اشوفه مختلف حتى على المواسم السابقه، التنظيم الدفاعي، الانضباط، وقفه اللاعبين، حتى لما ترجع كان التحدي في استرداد الكره، سرعه استرداد الكره هذا هو التحدي مع الفرق هذه، تقضي على مرتده قبل تبدا وترجع في الهجمات العكسيه، فرص كثيره في العوارض كثيره، بالتاكيد المشاهد ما استمتع فيها كثير، ولكن اللي ممكن يتابع الجمل الفنيه اللي موجوده فيها كثيره، ولكن زي ما قال غارسيا يحتاج المهاجمين المستثمرين فرص أكثر وأكثر.